نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة حوارا فكريا حمل عنوان بين الولايات المتحدة وفنلندا النظم التعليمية المختلفة وآثارها على تطوير المناهج، التي تكفل بتقديمها الدكتور خالد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس في هيئة جودة التعليم والتدريب، والأستاذة غادة عبد الله محلل في برنامج الدراسات الاقتصادية والطاقة في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بحضور عدد من المختصين والمهتمين في المجال التعليمي. كان التعليم وما يزال قطاعا مرنا تخوض في بحره عديد الأدوات التي تختلف بمضمونها وشكلها في تقديم رسالته المعرفية التي تستهدف عمق فكر الأجيال والأخذ بألبابهم نحو عالم من الاجتهاد والتوفق. ولإيضاح ذلك كان لزاما التوجه نحو تنظيم مثل هذا النوع من الحوارات الفكرية التي اختزل فحواها الواسع بعنوان أشير عليه بتحليل مستفيض بين الولايات المتحدة وفنلندا النظم التعليمية المختلفة وآثارها على تطوير المناهج، تسمية لمحاضرة أجزلت الدكتور خالد الباكر بعطاء إلمامه ليستعرض ومن خلال تجربة حية خاضها تلك الأسباب التي دعت إلى تميز النظام التعليمي الفنلندي وقوفا على نقاط قوته والتحديات التي تواجهه. على أساس أن أنت تحسن من نفسك صار ما تستطيع أو تقبل أن أنت فقط تقعد تركز على ممارساتك بنقد داخلي من غير الاطلاع على التجارب الثانية. فمحاضرة اليوم موضوعها كان وايد مفيد، منه هو استعراض بعض الممارسات اللي موجودة في النظام الفنلندي والنظام الأمريكي. الهدف منها أن احنا نجد أرض للمقاربة ما بين الممارسات وشلون أن احنا ممكن نستفيد ونتعلم من هذه التجارب على أساس أن احنا نطور من أداء نفسنا ونحاول أن احنا نتقدم في نتائج سواء كانت الداخلية أو الامتحانات الدولية. بدورها طرحت غادة عبد الله تلك التباينات التي تفرض نفسها على مساحة النظم التعليمية في الولايات المتحدة وفنلندا، فالتعليم في فنلندا يقتصر على التعليم الحكومي بدون منافسة من القطاع الخاص، وهو لا مركزي إلى حد كبير، بينما تركز الولايات المتحدة على تعزيز المنافسة من خلال توفير الخيارات المدرسية المختلفة عبر تطبيق سياسات المدارس المستقلة والقسائم التعليمية المتنوعة. أولاً ليش اخترنا هاي النظامين؟ أول شيء فنلندا كانت يعني كان نظامها التعليمي عادي، ولكن اتخذت سياسات رفعت من مستوى التعليم عندها وصارت من أفضل النظم التعليمية في العالم. والولايات المتحدة يعني سياساتها تطبق في العديد من الدول في العالم، فكان من يعني المشوق إن إحنا نشوف شنو الفرق بين السياسات، شنو السياسات يعني اختلاف، شنو الاختلاف بينها، نحللها نشوف شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها، إن لا ننظر فقط للنماذج الإيجابية ولكن ننظر أيضا للنماذج السلبية ونتعلم من النظامين المختلفين ونشوف شلون البحرين ممكن أنها تستفيد من هذه السياسات. واقع تدعمه حقيقة جازمة باختلاف الطرق التي يتم اتباعها داخل النظم التعليمية المتواجدة في عديد بلدان العالم لتتشابه فيما بينها بتركيزها وبشكل كبير على مبدأ المساءلة القائمة على التقييم. محاضرة يراد منها استخلاص الدروس والنماذج التعليمية التي من المؤكد أن تستفيد من تجاربها البحرين بناء على تحليل مستفيض ومدروس لأبرز قصص المنهجيات التدريسية المتبعة في دول العالم المتقدمة. لتلفزيون البحرين محمد الشدات.